غنعاودو دابا غنعاودو لوغ. مساء النور. بإذن الله اعتنقنا، الله يسلمك، اعتنقنا الحرية بعد يعني تجربة مريرة في السجن اللي كان على إثر كان مصادرة حقوقنا الأساسية، حق التعبير اللي هو مكفول دستوريا، كتكفلوا القوانين الدولية. الحمد لله يعني كانت تجربة في نفس الوقت، ولو أنها مريرة كانت في نفس الوقت خدينا منها مجموعة، من هي كانت تجربة خدينا منها يعني مجموعة من يعني تجربة ميدانية، خدينا منها مجموعة من المعلومات. كانت احنا كحقوقيين خصنا نعرفوا اكزاكتومون اشنو واقع داخل السجون فيما يخص الاكتظاظ، فيما يخص شنو الاشكال ديال الخصص في الموارد البشرية، في بعد الـ 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 يعني بعد الـ الـ الخدمات، يعني وقفنا على الواقع وعرفنا اكزاكتومون اشنو كاين. الوغ حنا اليوم حنا خرجنا نتمنوا ان الدوله، انا نداء الدوله، نتمنوا ان الدوله تتعامل مع ملف الحقوق والحريات يعني بعقلانيه وموضوعيه وبراغماتيه، لان هذه السياسه اللي نجت الدوله خاصه هذه السنوات الاخيره يعني ما بالعكس ما كان فيها حتى شي نتيجه لنظام الدوله اصلا، لان غير سلطت الاضواء على واقع الحقوق والحريات في المغرب، وترتفعت نبره المنظمات الدوليه بالقرارات وبالبيانات، ويعني ماشي في الصالح ديالنا، لان اشكال واقع الحقوق وملف الحقوق والحريات في اي بلد راه مهم، لانه هو اصلا اي مستثمر اجنبي راه يستحيل انه يجي يستثمرك في البلاد الا ما كانش عنده بعدا كاين عندك امن قضائي في البلاد، وكاين عندك ملف الحقوق والحريات، وفي الا كان فيه مصادره وكاين اشكالات المستثمر ما غاديش يغامر بالراس ماله. انتما كتعرفوا ان راس مال جبان ما يغامرش بالراس مال ديالو، غادي يجي يستثمر في البلاد، خصو يعني ضمانات. هذا من بين الضمانات المهمه اللي خصو باش يمكن ليه يجي يدخل يستثمر. الوغ حنا كنعطلوا على البلاد، كنوضعوا الاستثمار الاجنبي، يعني كناخروا التنميه، كنأخروا بزاف ديال الملفات، وفي الاخر يعني كلنا خاسرين كنظام دوله وكشعب ما كنتقدموش. جسبق ان الدوله تاخذ بعين الاعتبار هذه النقطه راه مهمه، وتفرغ الملفات اللي هي اهم، ملفات سوسيو اقتصاديه، جيو سياسيه، ماكرو اقتصاديه، الاشكالات اللي كيواجهها الشباب، البطاله، الصحه، التعليم، يعني البنيات التحتيه، مجموعه من الاشياء. يعني الملف الحقوق، ملف واقع الحقوق والحريات راه خصو فعلا يعني يتم التعامل معاه بحكمه، لانه راه بيت القصيد وحجر الزاويه، كيبقى كيخلق لنا مجموعه من المشاكل وكيعطل المسار ديالنا التنموي. يسبق ان الدوله تكون تفهم هذه الرساله، راه هي لصالح الجميع. وشكرا لكم. القدره الحريه باش تشوفي العبد الملكي واش هو تتصالح مع حريه التعبير اللي اصلا هي شعار مغربي كيعطي الحريه. هو راه الحريه، راه حريه التعبير راه مكفوله، بنص دستوري وكتكفل الانظمه الدوليه. هو سمعت كاين اللي قال الانفراج السياسي، لا ما كاينش الانفراج السياسي، لازالت هناك تقاطبات، لازال هناك تضييق على قوى المعارضه، يعني ما كاينش انفراج سياسي، باقي نحن ماشي من فوق، باقي ما وصلناش للانفراج السياسي. غير هو الملف كان عليه ضغط، كان المناضلين كيناضلوا، عائله المعتقلين في هذا، المنظمات الدوليه كترسل بيانات، يعني واقع الحقوق والحريات ولات كيطرقوا عليه هذا. ما بقاش الدولة وصلت لواحد الحد، أنا عرفت فعلا خصها تلقى حل لهذا الإشكال، غادا تزيد القدام، غادا تزيد مازال تدهور الأوضاع، اللهم بادرة حسنة. نتمنى أنا تمنيت تكون هذا الإفراج كان شمل جميع المعتقلين بما فيهم معتقلي الريف، يعني كان شوية خلات موقع استفهام أننا خرجوا وتقالوا رأي، وبقوا الناس ديال نشطاء الريف راهم غير بحالنا بحالهم، ومطالبهم كيف مطالبنا، وكنتمنى لهم داك الشيء. ونتمنى الحق يعني أن نشهد مغرب بدولة المؤسسات التي لا يتعرض فيها أحد إلى الظلم،
ونتمنى للمشهد السياسي المشهد الاعلامي ان يكون مشهدا اعلاميا صلبا ومتماسكا ومشهدا بقدر ما انه يقدم الخبر والماده الصحفيه بقدر ما يحصل جسمه من كل الاجسام الداخله. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.